كشف البلوجر علاء جمال خطيب البلوجر سلمى عبد العظيم اصابتها باشتباه في جلطه بعد الهجوم اللي تعرضت ليه خلال الفتره اللي فاتت، بعد ما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانها خطافه للرجاله بعد ما اتخطبت لخطيب صاحبتها السابقه. علاء اتكلم وقال على الستوري في الانستجرام جالها اشتباه في جلطه، وعند الله تجتمع الخصوم، خدت حقنه سيوله، حسبي الله ونعم الوكيل، وعند الله تجتمع الخصوم. طبعا علاء اتكلم عن ترند خطافه الرجاله اللي طلع على سلمى وقال خطيبتي اتهمت انها خطفت رجاله، وده مش صح، وانا وخطيبتي السابقه ما سبناش بعض بسبب سلمى، وسبنا بعض بسبب عدم وجود نصيب، وانا اتعرفت على سلمى بالصدفه اصلا وهي مش خطفت رجاله، وانا خصيم كل حد خاطف عرضها. اتعرضت سلمى عبد العظيم لهجوم شديد جدا بسبب خطوبتها من البلوجر علاء جمال وخطيب صاحبتها كاميليا عصام، خاصه انه تقدم لخطبتها بطريقه رومانسيه على حصان وهو لابس لبس فارس وسط حضور عدد من الاصدقاء والمقربين. طبعا الفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وقلبت الدنيا، وده سبب انتشار الترند بالشكل ده. طبعا الناس ما سابوهاش في حالها وقالوا انها خطفت خطيب صاحبتها، لكن علاء طلع ووضح كل حاجه واتكلم، ودلوقتي سلمى في المستشفى وحالتها مش مستقره. تفتكر بقى ان السوشيال ميديا هتاثر على الخطوبه دي، خصوصا ان في اخبار انتشرت ان الاتنين بيفكروا فعلا بالانفصال بسبب الضغط العصبي اللي حصل لهم؟ قول لنا انت بقى رايك في الكومنتات.